بيتحول الى اوكسايد. وبالتالي هل احنا في دكاتره كتير بيعتبروا فيتامين سي مهم جدا لعلاج الكامل كولد والفلو، ويعتقدوا كذلك انه لو ندي كميات كبيره من فيتامين سي هنشوف كمان شويه بالجرام هاتوا مثلا من 50 الى 100 ملي جرام كتير بدائل 50 الى 100 ملي جرام بدائل. في ناس بقى بيدوا مثلا 6 جرام بدائل ويفتكروا ان ده بيقاوم الفلو والكامل كولد، والكلام ده غير صحيح مطلقا. الكلام ده غير صحيح مطلقا. وي دو نوت ريكومند كميات كبيره من فيتامين سي كبروتكشن للكامل كولد والفلو. It does not. حصل دليل على الموضوع ده يعني عده سنوات زمان قوي، ودلوقتي استقرينا ان it does not have a role in this process. فاذا لا يجب اخذ هذه الكميات، ليه بقى خوفا من ايه؟ ان كميات الاوكسجين كميه كبيره، واحنا عارفين ايه الاوكسجين؟ تعمل لي يوريزونز، تعمل لي حصو في الكليه. فاذا نوت ريكومندد ابدا ان ناخذ كميات كبيره من فيتامين سي كما كان بيحصل زمان. اوكي؟ مصادر فيتامين سي دي لازم نعرفها حتى لو كانت مش مطلوبه في الامتحان. بتبقى دايما فريش فيجيتابلز اند فودز. لازم تبقى حاجات فريش. ليه بقى؟ لان فيتامين سي سهل جدا بيتكسر في جسمنا، بيتكسر في الطبيعي. لما اعراض الحراره بالذات بيتكسر بسهوله، لان هو ريديوسنج ايجنت زي ما شفنا من شويه، بيتحول الى دي هايدروكربونيك اسيد، لان بيدي هيدروجين، وبالتالي هو لما حصل له اوكسيديشن بعد كده في كسر مين بتاعته، وزي ما قلنا بعد كده بيكسر وممكن يدي اوكسيديشن. فلازم يبقى المصادر دايما فريش فيجيتابلز، سواء بقى كانت جرين ميت فيجيتابلز زي بيبرز وسبيرتش ده الخاص يعني بالسبانخ والبروكلي والجرين بيبر والسيترس فروتس بصفه عامه، طبعا الموالح زي الليمون والاورنجز والجرين فروت في جوانب كمان فيها كميات كبيره من فيتامين سي. زي ما قلنا من شويه ممكن يتصنع من الجلوكوز في النيورونيك اسيد باث واي، بس الكلام ده بيحصل في اللور مامالز ما عدا الجينيكس. اللي يهمنا اكثر في الفيتامين سي الفانكشن ستاب. ايه الفانكشن ستاب فيتامين سي؟ اولا هو انتي اوكسيدنت ان ذا ايكويس فيز، ان ذا ايكويس ميديم زي ما قلنا من شويه. مين بيشاركوا هذا الفانكشن الى مين بيشارك فيتامين سي كأنتي أوكسيدانت في الأيكوس فيز؟ أنا قلت الفيتامين إي إن ذا ليبيد فيز أند ذا ليبيد سايكل. فيتامين إي والبارتيرويد وفيتامين إي بتشتغل في الليبيد فيز. إنما فيتامين سي هو رئيسي في الأيكوس فيز. بالإضافة في حاجات تانية زي البيليتوكس ممكن يساعد. وبرضه ساعات بس الأساس هو فيتامين سي. الاساس في الاكويس فيز سائل مائي فيتامين سي واساس. البيلوبر بيساعد، اليوريك اسيد بيساعد، زي ما قلنا من شويه. الاس اتش جروب بتاع البروتينات، الجلوتاثيون، كل دول لهم ريدوسنج باور ان ذا اكويس فيز. اوكي؟ طيب وبالتالي بريكس فري راديكال تشين رياكشن زي ما قلنا من شويه. وده يفسر ان له انتي اثيروجينيك افكت ومحتمل له انتي كانسر افكت. برضه الريديوس الباور بتاعته بتحافظ على الريديوس ستيت بتاعت الاس اتش جروب بتاع بعض الانزيمات والبروتينات. بتحافظ على صمتها الايونز ان ذا ريديوس ستيت زي الايرون وزي الكبر. ودول طبعا لازمين لبعض الانزيمات. بيحافظ على الريديوس ستيت اوف ايرون ديورينج ابسوربشن. وبالتالي بيساعد على absorption of iron وعلى mobilization of iron from its source، كلام ده معتقد اكيد في الفيزيولوجي. ممكن كمان يساعد على activation of folic acid، لان الفوليك اسيد بيبقى reduced into tetra hydrofolic acid وده يستلزم هيدروجين، نظريا ممكن يجي من فيتامين سي. اوكي، ده اول function اللي هو انتي اوكسيدانتس in aqueous medium. انتي اوكسيدانتس هو reducing power. كمان it's required by some mono and bioxy
الحرفيز قد نتكلم سنة بادت مش كده في بداية الكوليجين قلنا الكوليجين عشان يصابه ماتوريشن لازم جزء من البروتين اللي فيه وجزء من اللايسين يصابه هيدروكسيل البروتين اللي فيه يتحول الى هيدروكسي بروتين واللايسين يتحول الى هيدروكسي لايسين قلنا الاثنين دول محتاجين الى فيتامين سي وبالتالي فيتامين سي از ريكوايرد فور ماتوريشن اوف كوليجين كمان ستيرويد هيدروكسيليتس محتاجه فيتامين سي وفي الواقع فيتامين سي بيساعد عليه ستيرويد هيدروكسيليتس وبالتالي بيساعد على بناء الجينا الكورتيكال هرمونز وممكن ده يفسر ان ليه بيصلح الى حد ما اعراض الانفلونزا ليه بيصلح عشان كده الناس فكروا انه يدوا اللارج دوز ليه بقى؟ لأن الكورتيكويز دول تشملوا الجلوكوكورتيكويز مش كده؟ اللي هم لهم انتي انفلاماتوري فيز فإذا كده بيحسن من أعراض الإنفلونزا والبارتيكويز نتيجة الانتي انفلاماتوري اكشن بتاع الجلوكوكورتيكويز اللي هم يستلزموا فيتامين سي عشان نقدر نصنعها. اوكي؟ خلينا كمان في الكوليسترول ميتابوليزم انه الكوليسترول تحويله الى وايت اسيدز بيبدأ بإنزيم اسمه 7 ألفا هيدروكسيليز وقلنا إن هذا الإنزيم ريكوايرز فيتامين سي وبالتالي فيتامين سي مهم علشان تحويل الكوليسترول إلى بايت أسيدز. أوكي؟ وبالتالي نتوقع إن لو ما عنديش فيتامين سي ممكن الكوليسترول يزيد عندي في الدم يعني هو أحد أسباب الهايبر كوليسترولينيا. خدنا كمان في التيروزين ميتابوليزم ان الفيتامين سي مهم علشان يطلع هيدروكسي في البايوبيت هيدروكسيليز وكذلك الهوموجينيزيت اوكسيليز. اوكي واخيرا كمان عشان الدوبامين بتاع هيدروكسيليز ده احنا ما خدناهوش لان احنا لو جينا من عليكم السنه دي ازاي نعمل الانفجاسترين والنور انفجاسترين تحويل الدوبامين الى نور انفجاسترين بيتم بالبيتا هيدروكسيليز وده محتاج لفيتامين سي. كل دول طبعا في الفيتامين ميتابوليزم. اوكي. بالنسبة للديفيشنسي مانيفستيشنز وريكوايرمنتس مش هنتكلم عنها. ده زي ما قلنا ان احنا تابعناها ولكن برضه لنا فكرة انه اساسا معظم اعراض نقص فيتامين سي سببها نقص الكولاجين. نقص الكولاجين بيبقى موجود في الكابيلاريز وفي الكونكتيف تيشو. فنقص الكولاجين في الكابيلاريز يعني الكابيلاريز فيها تايب 4 كولاجين. ده يؤدي الى ايه؟ ان الجامز سوولن وسبونجي ويحصل له بليدنج والسكين بيحصل فيه بيتيكيال كابيلاريز. يعني يحصل ويك كابيلاريز. كابيلاريز ضعيفه نتيجه ان التايب 4 كولاجين اساسي في تركيب الكابيلاريز وفي قوه الكابيلاريز. فاذا كان الكولاجين ضعيف هيؤدي الى بيتيكيال كابوليزيشن على السكين والجمس اللي هي الدفع تبقى سوول الاسبانجي ويحصل فيها يحصل ديفكت الكونكتيف تيشو طبعا في التيث والبونز يبقى في ديلي اراكشن اوف تيث في لوسنينج اند فولينج اوف تيث السيس تبتدي تفك مع اللحمه احنا عارفين التيث ماسكه ازاي وقدر في نوع من الليجنس ماسكه التيث في الساكت بتاعها ودي كولاجين اساسا فكان ضعيفة فبيحصل لوسيني and falling of teeth. البونز يحصل فيها ايه؟ delay growth of bones لأنه مهم في الكولاجين اللي هو لازم لبناء البونز. وكمان البون ديليلينج يبقى ديليز. في الآخر ممكن يحصل أنيميا ودي جزئيا ممكن تبقى مايكروسيتيك نتيجة نقص الأيرن لأن احنا قلنا المهم في الأيرن absorption وممكن تبقى مايكروسيتيك نتيجة نقص الأكتيفيشن أوف فوليت. وأخيرا ممكن يحصل هايبر كوليسترولينيا. طبعا اول ما اكتشف الاعراض نقص فيتامين سي بنسميها سكيربي سكيربي بالعربي هو الاسكور بوت فاكرين اول ما اكتشف كان ايه السكيربي ده اكتشفوه في البحاره اللي سافروا عشان يكتشفوا امريكا ليه دول جابوا سكيربي البحاره؟ لان ما عندهمش فريش فيتامين طبعا دول سافروا وعد الاشهر في البحر فاذا ما كانش عندهم وايت سورس وفيتامين سي عندهم اكل بس ما
يتجوزوا على حاجه، لا هم خلاص كبروا، انما حصل لهم الجامس بقى كيميك والتيس حصل لها لوسين اند فولك. ده كان بدايه اكتشاف سكيربي اللي هو الاسطوره. طيب كده خلاص الرايفر سي ننتقل الى البي كومبلكس. وبصفه عامه احنا هنركز على ايه في البي كومبلكس؟ على الفانكشن والاكتف. لازم نعرف ايه الاكتف فور بتاع كل فيتامين والفانكشن بتاع كل فيتامين. فبدايه البي كومبلكس دي مجموعه من الفيتامينز، ليه مع بعض سميناهم بي كومبلكس عشان ايه؟ لان زمان احنا كنا فاكرين ان هم 1 فيتامين وسموه فيتامين بي. زمان كان في فيتامين A، فيتامين B، فيتامين C، فيتامين D، اهو ماشيين احنا في الالفابت A، B، C، D. وما كانوش يعرفوا ان البي ده مور ذان 1. كلهم لهم فيري كومن سورسز، عشان كده لما بينقصوا تقريبا كلهم مع بعض. قالوا ان احيانا حد ينقص اكثر من الثاني. انما بصفه عامه كانوا بينقصوا مع بعض، لهم كومن سورسز ولهم كومن بروبرتيز، وبالتالي افتكروهم 1 فيتامين. وبعدين بالتدريج ابتدوا يكتشفوا ان هم مور ذان 1. فبيبدا ابتدوا يدوهم ارقام. سموا فيتامين بي 1 وبعدين سموا فيتامين بي 1 طبعا هو اول واحد اكتشفوه فصلوه عن الباقيين. وبعدين فيتامين بي 2 وبعدين فيتامين بي 3 فضلوا يدوا ليفر. وبعدين قالوا لا لازم نبطل نظام الليفر. ليه بقى؟ لان حصل اكتشاف للديفرنت فيتامينز في بلاد مختلفه وكل واحد ادى ليفر مش عارف. فاذا العمليه اتلخبطت في ليفر. يعني الدرع مثلا ممكن اسميه بي 2 في بلد ثانيه لا اسميها بي 3 لانه اكتشف واحد ثاني قبليه. فعشان ما يحصلش لخبطه دلوقتي احسن بنفضل استعمال اسامي الفيتامينز عن الارقام. فلو ان في بعضهم ما زال ارقامهم مشهوره. بس مش هتلاقي بقى ارقام متسلسله من 1 ل 12، لا هتلاقي فيها جزء منهم ضعف. اوكي؟ نعم بي 1 هو الفايرين او فاين وممكن يكتب بي اي في الاخر ونلاقي الاثنين صح. فايرين بي اي في الاخر او فايرين بي هو فيتامين بي 1. فيتامين بي 2 ما زال محافظ على مريضه وده اسمه الكيميائي رايبوفلافين. فيتامين بي 3 مش مشهور قوي بالنمره دي هو المايسين او الليكوتيريك اسيد. مفيش بي 4. بي 5 هو البنتوزيك اسيد وبرضه مش مشهور قوي بالنمره. المشهور بالنمره بي 6 اللي هو في الراس. اوكي؟ فيتامين وده ما خدش نمره اسمه كمان فيتامين اتش. وفوليك اسيد وده ملوش نمره مشهوره كمان اسمه تيرولوتاميك اسيد. واخيرا كوبالامين اللي هو فيتامين بي 12. في ارقام كتير في السكه بتاعت في 7 ولا 8 ولا 9 ولا 10 وفي 12 على طول. وعرفت السبب. اوكي؟ المجموعه بتاعت الفايلين والرايبوفليفين والماسك والبنتوزيليك اسيد والبيريلوكسين والفايتن كل دول مع بعض شغلتهم ريليس اوف انرجي فروم ذا اوكسيديشن اوف كربوهيدرات فاتس اند بروتينز. والفوليك اسيد والبي 12 اللي هو الكوبالامين على فكره برضه الكوبالامين بيجي في الاخر او من غير كوبالامين بيجي في الاخر او كوبالامين من غير اللي هو فيتامين بي 12 فوليك اسيد وبي 12 دول شغلتهم هيماتوكوليسيس. هيماتوكوليسيس. فكده دي تقسيمه عامه للبي فيتامينز. اوكي؟ مش هندقق بقى على السورسز هنبتدي نمسكهم واحد واحد ونشوف مين الاكتف فور بتاعه ومين ايه هي الفانكشنز بتاعته. هنبدا بالثيامين او ثيامين او فيتامين بي 1. طبعا الفورميلا غير مطلوبه. لما لازم نعرف ان الثيامين في جسمنا بياخد 2 فصفات من الاي تي بي، الاي تي بي يتحول لاي ان بي. الانزيم اللي بيعمل الشغلانه دي اسمه ثيامين باي فوسفو ترانسفيريز. لانه هيقل 2 فصفات من الاي تي بي للثيامين ويطلع لي ثيامين باي فوسفيت او بايرو فوسفيت. وهو ده الاكتف فور اوف ثيامين. يبقى لازم نعرف عن الثيامين مبدئيا الاكتف فورم بتاعه مين؟ ثيامين دايفوسفيت او ثيامين بايروفوسفيت.
والاسم الاخير منتشر يمكن اكثر واختصاره تي بي تي. طب ايه الفانكشنز اوف ثايمين اللي احنا خدناها قبل كده؟ مفيش حاجه جديده. نعم التي بي تي شغلته ايه؟ له شغلتين. ايه هم الشغلتين؟ اول واحده اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن او اعتقد اسيدز. بيعمل ايه الفايلين في الشغلانه دي؟ بيشيل الفاتي اسيد، سوري بيشيل الالفاتيكو اسيد اثناء عمليه الديكربوكسيليشن اللي هي الخطوه الاولى او الرابعه. العمليه بتتم الاول بديكربوكسيليشن فولد باي اوكسيديشن، بنسميها على بعضها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. وهو الثاني فايلين بانو فوسفيت شغلته ايه؟ كاريز الالفاتيكو اسيد اثناء الديكربوكسيليشن اللي هي العمليه الاولى. ايه الامثله بقى على الاكوتيكو اسيد يحصل لها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن؟ طبعا ما ننساش اثنين ابدا، بايروفيت والفا كيتو جلوتاريت. انما بالاضافه للاثنين دول لو افتكرنا الاثنين التانيين دول يبقى كويس، اللي هو الفا كيتو جلوتاريت والفا كيتو اسيد المقابله للبرانش تشين النفس. وكل ده خدناه قبل كده طبعا، مفيش حاجه جديده. كل دول خدناهم قبل كده. والثاني بايروبيت والفا كيتو جلوتاريت. طبعا البايروبيت في الجلايكوليسيس اول خطوه بعد كده ايه؟ اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. والالفا كيتو جلوتاريت ده فين؟ الفا كيتو جلوتاريت ده في اسيتيك اسيد سايكل. فدول الاثنين ما يصحش الانسان ابدا. تمام؟ الفا كيتو جلوتاريت ده بيجي منين؟ برضه مش مهم الفكره قوي يعني، بس احنا بنعمل من السيرينين والفيتامين. السيرين والمين فاين. اوكي؟ كل دول محتاجين الى سيرين كاربوسفيت عشان الاوكسيديتيف ديكربوسيليشن. الحاجه الثانيه المهمه فيها السيرين كاربوسفيت اللي هو الترانس كيتونيز. وده احنا خدناه في اداره الترانس كيتونيز ده في الفنتوز فوسفيت باثوي اللي هو الانسوز مونو فوسفيت باثوي. لو كنا فاكرين قلنا السيرينيوز 5-فوسفيت مع ريبوز 5-فوسفيت يحصل بينهم تبادل، ازاي الريبوز يدي فاكونتين للريبوز ويديني سي وهيبتيلوز. وبيتفضل مين من الزيلينوز؟ بيسرق الهاي 3-فوسفيت. اوكي؟ فده الكلام اللي قلناه مش قبل كده في الريبوز فوسفيت باثوي. طيب ايه مشاكل ممكن تحصل مع نقص نتيجه نقص على التي بي تي؟ وده برضه بنتقال قبل كده. احنا عندنا الجلايكوليسيس الجلوكوزي اللي هو الفيدي بايروبيت، وبعدين البايروبيت يحصل لها اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن للبايروبيت دي هايدروجينيز كومبلكس وتديني اسيتيك كوليك. مظبوط كده؟ طب لو في نقص في الثيرين بايروفوسفيت، في نقص في الثيرين، في نقص في فيتامين بي 1 يحصل ايه؟ ما يحصلش الاوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. مش هقدر اكمل. يعني هيحصل بلوك من البايروفيت دي هيجري كومبلكس ما يقدرش يكمل. يوم يحصل ايه البايروفيت؟ تتحول الى لاكتيت. اذا ده يفسر ان في حاله الثيرين ديفيشنسي يحصل لاكتيت اسيدوزيس. وده برضه ممكن يكون سؤال في الامتحان سواء شفوي او تحليلي. ليه بيحصل لاكتيك اسيدوزس مع حالات الثايمين ديفيشنسي؟ يبقى دي غريبه. الثايمين مهم على التي بي تي فور اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن بايروبيت. لو مفيش ما يحصلش اوكسيديتيف ديكربوكسيليشن. بايروبيت اكيوريتس يحصل له ايه؟ ياخد هيدروجين من الـ NADH ويتحول الى لاكتيت ويبقى في لاكتيك اسيدوزس. بالاضافه ما ننساش كمان انه مهم عشان السيتيك اسيد سايكل عشان الفا كيتو جلوتاريت دي هيدريس كومبلكس اللي هو بيحول الفا كيتو جلوتاريت لساكسن الفوريت. فبرضه لو في نقص في الثايمين بايروفوسفين او في الثايمين يحصل ايه؟ الفا كيتو جلوتاريت ما يتحولش الى ساكسن الفوريت. يبقى معظم الانرجي اللي جايه من السيتيك اسيد سايكل ما تكونش. وبالتالي يقل الانفورميشن. يعني عندي مشكلتين في حاله الثايمين ديفيشنس. نقص تحويل البايروبيت لاسيتيك وايه؟ يعمل لي زياده في البايروبيت ولاكتيك اسيدوزيس. نقص في تحويل الالفا كيتو جلوتاريت لساكسيليك وايه؟ يقلل لي
سايكل وإيمانيتي إنفورميشن. وهم دول في الواقع أسباب نقص ال سوري أسباب أعراض نقص الثايمين. وبعد كده خلصنا الثايمين ننتقل إلى الرايبوفليفين اللي هو فيتامين بي 2. فيتامين بي 2 زي ده الستراكشر بتاعه برضه غير مطلوب. ده عباره عن فليفر رينج اللي هي عباره عن ثلاثه رينجز فيوز توجيذر دول وبعدين شامل فيهم رايبيكول. رايبيكول اللي هو اكبر فيروس في البلد رايبيكول وشبك مع الفليفر رينج بيعمل لي رايبوفليفر وده لونه اورنج لونه اورنج. انا نسيت اقول لكم ان الثايمين ليه اسمه ثايمين بالعربي؟ ثايمين احنا لسه بنتكلم عنه. ثايا عشان فيه سلفر وأمين عشان فيه أمين ها؟ ليه بقى لما نرجع للحكاية دي؟ لأن عموما إيه الكاركترستكس أوف سلف أورجانيك سلفر كومباوندز؟ بصفة عامة لهم باد أودر لهم إيه؟ باد أودر كاركترستك باد أودر. برضه أقول الكلام ده إيه؟ لأن الناس اللي بياخدوا كميات كبيرة من فيتامين بي 1 حلاحظ ان ريحه البول بتاعهم تبقى متغيره وريحتها كده بشكل. فمين يفسر بقى ليه الناس اللي بياخدوا كميات كتير من فيتامين بي 1 هلاقي ان البول بتاعهم لونه ريحته مش كويسه؟ عشان الفيتامين هو ده سايبر فيتامين ولا ستور ولا نوت ستور؟ نوت ستور. وبالتالي ينزل في اليونت وبالتالي يديله باد اودر كاركترستيك باد اودر. برضه لو انتوا عندكم مثلا اقراص مالتي فيتامينز وفيها فيتامين بي كومبلكس بالذات لو تشم ريحه الاقراص ده هيبقى كده بالشكل. ايه السبب كده؟ فايتامين الموجي. اوكي؟ طيب رايح فين بقى ده لون اورنج؟ لون ايه اورنج؟ لو اديله هيدروجين بيتحول الى لون اورنج ملوش لون. انما العادي بتاعه لون اورنج. برضه بقول الكلام ده ايه؟ لان الناس اللي بياخدوا برضه مالتي فيتامينز بكميات كبيره هلاقي لون البول بتاعهم يبقى غامق. ها؟ يبقى لونه اصفر غامق بيجي على برتقالي. ليه؟ عشان رايو فيتامين ايه؟ لان برضه رايو فيتامين لو اتحصل في الفيتامين يستوب ستورد ان ذا بودي اي اكسس منه هيبقى في اليورين ويديله ديستراكشن. دي ملحوظة أكثر يا ولاد في الأطفال، كتير جدا الأطفال كميات كبيرة من الفيتامينز ويلاقي لون البول بقى غامق. فأم الطفل تستغرب وتفتكر إنه عنده جونس مش كده؟ طبعاً لون البول بقى غامق ده شيء يعني لازم إيه؟ يستمع الانتباه. لأن ممكن فعلاً إنه عنده جونس. إنما يطلع في الآخر إن الموضوع إن هو بياخد مالتي فيتامينز كتير وبالتالي لون البول أصلاً غامق. طبعا في حالة الطفل نفسه مش هيبقى عنده جونس ولا حاجة، هتبص على عينيه مش هتلاقي فيه لون صغير ولا حاجة. هو لو عملت له تحليل على حالة الميلو بالحالة اللي هو المنطق ها؟ لما الإكسس فايت فليفر اليورين بيديله لون غامق. أوكي؟ طيب إيه الفانكشنز أوف رايبو فليفر بقى؟ الفانكشنز إنه يتحول إلى 200 كاير، هذا مان و 2000 وده الستراكشر بتاعه الاثنين زي ما خدناها زمان. لو عندي فليفر مع رايبيتول ده فيتامين بي 2 لو عندي فليفر. لو ضفت فوسفيت يبقى اسمه فليفر مونونيوكليتايد. هايدروجين كارير. لان فليفر مع رايبيتول دول يعتبروا نيوكليتايد مع فوسفيت اصبحوا نيوكليتايد فليفر مونونيوكليتايد. لو ضفت عليهم كمان ادينين ورايبوز وفوسفيت لو ايه اللي فيه يبقى الناتج فليفر ادينين داينوكليتايد. واحنا عارفين الاثنين دول شغلتهم ايه؟ هيدروجين كاريرز. الاثنين هيدروجين كاريرز. ايه امثله يا ترى على انزيمز محتاجاهم؟ طبعا كل طلعوهم من الميتابوليزم. ده بقى لي امثله بسيطه. الدي امينو اسيد اوكسيديز والجلايسين اوكسيديز. الاثنين محتاجين اف اي دي هيدروجين كارير وخدنا الكلام ده في البروتين ميتابوليزم. في حين ان ال امينو اسيد اوكسيديز محتاج اف ام ان as hydrogen. Spacerin di hydrogenase di acidic acid cycle. Wal alpha keto acid di hydrogenase complex, dan pyruvate di hydrogenase complex. Usai alpha keto glutamate di hydrogenase complex. Dulu
والاسل هو ايه دي هيدروجينيز بتاع ثاني اكسيد اوكسيديشن. كل دول محتاجين اف ان اي اس هيدروجين كارير، كل دول دي هيدروجينيز. في المقابل ان الاتش دي هيدروجينيز بتاع الالكترون ترانسبورت شين محتاج الاف ام ان اللي هو كومبلكس 2 كومبلكس 1 سوري كومبلكس 1 اللي هو الاتش دي هيدروجينيز محتاج الاف ام ان الهيدروجين كارير. اوكي البيوت الخيار دي تكتير تحتاج الى اف اي اي اس هايبريد كارير. يبقى كده خلصنا فيتامين بي 2. ننتقل بعد كده الى المايسن اللي هو فيتامين بي 3. المايسن او اول ما سموه نيكوتينيك اسيد، سموه في الاول ايه؟ نيكوتينيك اسيد، وبعدين غيروا اسمه من نيكوتينيك اسيد الى مايسن. ها؟ ليه بقى غيروا اسمه من نيكوتينيك اسيد الى مايسن؟ خوفا من ان يحدث الامر انه له علاقه بالنيكوتين اللي هو المفروض طبعا زي ما انتم عارفين السكر. ها؟ طب هو ليه في كده علاقه في الاثنين مع بعض؟ لان النيكوتين خارج الجسم في المعمل ممكن تطلع منه نيكوتينز. يعني في داخل الجسم لا. ها؟ داخل الجسم النيكوتين لا يتحول الى نيكوتينز. خارج الجسم معمليا ممكن، وده السبب في التشابه بين الاسمين. ها؟ امال النيكوتين في داخل الجسم يعمل ايه؟ طب الـ NAD يا
او الـ ADP قلنا بيحسب 200 ادويس. وبعدين يحصل ايه؟ يحصل 10، فبدل ما الرينج فيها 3 بارز يبقى فيها 2 بس. ويحصل لهم ريارينجمنت بالشكل ده. والبارز اللي الاربعه اللي فوق دي تاخد هيدروجين من الاثنين، والنيتروجين دي تاخد الكترون من السكند هيدروجين وتفقد البوزيتيف تشارج وبالتالي تتحول الى هيدروجين اين. مفهوم كلام؟ عرفت ليه بنكتب الـ NAD أولا عليه بوزيتيف؟ لأن النيتروجين كابتن الـ NAD عليه بوزيتيف شارج. وبعدين لما بيكتسب 200 أتومز بيحصل لهم إيه؟ واحدة منهم تروح فوق هنا، فبدل ما في هنا واحدة هيدروجين يبقوا اثنين أو من اثنين. وبدل ما في هنا دبل بوند راح، واثنين توزعوا دبل بوند الطريقة. وفي نفس الوقت السكند هيدروجين أتوم أو بتدي إلكترون للنيتروجين دي، فتفقد البوزيتيف شارج يبقى فيها ثلاثة بوند بس. أوكي؟ والسكند هيدروجين اتوم دي اما تاخد الالكترون بقت هيدروجين اتوم. يبقى احنا دايما بنكتب ان اي دي زائد 2 هيدروجين اتوم يديني ان اي دي اتش من غير بوزيتيف زائد هيدروجين ايون. فسرنا كده بقى ايه؟ حط بوزيتيف على ان اي دي وبعد الريدكشن بيفقد البوزيتيف. او ايه فايده الان اي دي والان اي دي؟ بيشتغلوا مع عديد الديزاينز زي ايه؟ كلها امثله احنا قلتها من الميتابوليزم، مفيش حاجه جديده خالص. ها؟ فمثلا الجلايكوليز الجليسرايد هاي 3 فوسفيت هيدروجينيز محتاج ال ان اي دي ازا بيتكلم. واللاكتيت هيدروجينيز كذلك محتاج ال ان اي دي ازا بيتكلم. اوكي؟ في سيتيك اسيد سايكل الايسوسيتريت هيدروجينيز محتاج برضه ازا ان اي دي ازا بيتكلم. والفاليت هيدروجينيز نفس الشيء. والالفا كيتو جلوتاريت دي هيدروجينيز نفس الشيء. اوكي؟ هو الفا كيتو اسيد دي هيدروجينيز. خلاص؟ بالنسبه للفاتي اسيد ميتابوليزم في هيدروكسي اسيد جرين دي هيدروجينيز. اللي هو السكند دي هيدروجينيز او فاتي اسيد اوكسيديشن. وفي البروتين ميتابوليزم الجلوتاميت دي هيدروجينيز. وفي الريد سيلز الميكروبيوم ريلاتيز. كل دول محتاجين ان مش معتاد حد يقول لكم سمعوا كل دول يا ولاد. انما بتدي اكزامبلز بس وهي كلها ممكن تطلعها من الميتابوليزم. يعني افتكر الجلايكوليز في ايه؟ افتكر سيتريك اسيد سايكل في ايه؟ افتكر البنتوس فوسفيت باثوي في ايه؟ ها؟ النت دي هاي الكارير للجلوكوز 6 فوسفيت دي هيدروجينيت و6 فوسفولوكرين دي هيدروجينيت. دول ايه دول؟ دول البنتوس فوسفيت باثوي. اكسون مونوفوسفيت باثوي. السيتوسونيك ايسوسيتريت هيدروجينيز هاو زد تي مش ثابت. الماني انزايم برضه بيستعمل زد تي مش ثابت. الاتش ام جي كوريلي باكتيز محتاج برضه زد تي اتش از هيدروجين دور. الكيتو اسيد والانول ريلاكتيزز بتوع الفاتي اسيد سنتر محتاجين زد تي اتش از هيدروجين دور. الجلوتاثيون ريلاكتيز البراكتيك الدور الهيدروجين الرئيسي الاساسي نت اتش. والهيدروكسيليتس اوف ستيرويدز وفيتامين دي وفن الامانين برضه محتاجين الى نت بي اتش از هيدروجين دور. اوكي؟ بصفه عامه ايه مصير الهيدروجين كارت باي ان اي دي؟ بيمشي في ريسبيراتوري تشين ويطلع لي زي ما قلنا قبل كده 2.5 اي دي بي وزمان كنا بنقول 3 اي دي بي. لما الهيدروجين كانت باي ان بي اتش مصيره مختلف. عادة بنستعمله في الريباكتيزس زي ما قلنا او في الهيدروكسيليز. يعني ناخد الهيدروجين منه ونديه مركب معين نعمل له ريدكشن وهو يبوكسيلايز. يبقى ده ريباكتيز انزايم. او هيدروكسيليز. زي ما قلنا قبل كده الهيدروكسيليز بيجيب مادة زي اكس اتش يضيف عليها اكسجين تبقى اكس او اتش. دي شغلة الهيدروكسيليز. اوكي؟ الاكسجين ده جاي منين؟ من موليكولار اكسجين. موليكولار اكسجين في الحاله دي لازم ناخد منه اكسجين واحده تخش في السبستريت تعمل له او اتش عشان كده سميناها هيدروكسيليت. السكند اكسجين تعمل ايه؟ تاخد هيدروجين من النت بي اتش وتعمل له ميه. اوكي؟ ويبقى كده خلصنا الكلام عن المعسل او فيتامين بي. عندكم اسئله؟ No questions. Now I'm going to write vitamin B1, B2, B3.
المرة الجاية إن شاء الله نخلص في